أبطال مصر في لعبة رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية في دورتها 31 بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حصلوا على ميداليتين برونزيتين استمراراً لإنجازات أبطال رفع الأثقال على مدى تاريخ اللعبة. فقد حققت الربعة المصرية سارة سمير الميدالية البرونزية والمركز الثالث في لعبة رفع الأثقال ضمن منافسات وزن 69 كيلوغرام، وقد تمكنت من رفع أوزان 134 كيلوغرام و143 كيلوغرام رفع ونطر لتحقق بذلك المركز الثالث. وتعتبر ميدالية سارة أول ميدالية لمصر في أولمبياد ريو للعام 2016. وقد تمكن اللاعب المصري محمد إيهاب بالفوز بالميدالية البرونزية الثانية لمصر في أولمبياد ريو للعام 2016 في رفع الأثقال. وقد حققت الربعة المصرية شيماء خلف المركز الرابع في منافسات وزن 75 كيلوغراما، وحقق رجب عبد الحي المركز الخامس ضمن منافسات 94 كيلوغرام، حيث تمكن الرباع المصري من رفع أثقال 213 كيلوغرام قطر و174 كيلوغرام خطف بمجموع الأوزان 387 كيلوغرام ليحتل بذلك المركز الخامس. وأخيراً حقق الرباع المصري الصغير أحمد سعد المركز الخامس ضمن منافسات رفع الأثقال على وزن 62 كيلوغرام. وقد حقق البطل المصري رفع أوزان 133 كيلوغرام خطف و161 كيلوغرام نطر ليحرز بذلك المركز الخامس. عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا، نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وأول فقرات النهاردة بنتكلم على المنتخب الوطني لرفع الأثقال، وبيسعدنا أن احنا نلتقي مع كابتن علاء الدين حسن كامل مدير الإداري للفرقة القومية وعضو منتخب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير عليك وعلى مصر كلها يا رب. اللهم امين. معنا كمان كابتن شيماء احمد خلف لاعبه منتخب مصر، صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. اهلا بك كابتن علاء. يعني في البدايه انا عارفه انه الالعاب الفرديه بتحقق ميداليات كتيره جدا، وللاسف الشديد مازال لسه ما فيش اهتمام كبير قوي بالالعاب الفرديه. حققتوا ايه في الفتره الاخيره، وان شاء الله يعني باصين لبطولات ايه في المرحله القادمه؟ الحقيقه انا مش عايز اتكلم على الفتره الاخيره بس، احنا دوره 4 سنين نهيناها بعد نهيناها في الدوره الاولمبيه ريو دي جانيرو، عملنا حوالي اكثر من 120 ميداليه على المستوى العالمي، اكثر من 200 ميداليه على المستوى القاري والاقليمي. طبعا تتوج الميداليات بحصولنا على ميداليتين اولمبيتين، ودي طبعا انجاز عمره ما حصل قبل كده للاتحاد المصري في الاثقال الا طبعا في الاربعينات او الخمسينات او كده. يعني الحمد لله كانت دوره ناجحه بالنتائج الحمد لله. يعني فعلا زي ما حضرتك قلتي، الألعاب الفردية محتاجة إن احنا نبص عليها شوية، محتاجة إن احنا ندعمها بالحقيقة بجد. يعني كان في تدعيم خاص للاتحاد رفع الأثقال، المعالي سيادي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، الحقيقة كان يعني بالتليفون لما كان رئيس الاتحاد يكلمه في حاجة أو ناقصنا حاجة أو كده كان بيوفرها، فدي هي اللي خلتنا نعمل ميداليتين. لو كان يعني في دعم من أول الدورة من أول سنة 2012 صدقيني والله كنا هنعمل اكتر من 4 أو 5 ميداليات كمان، لان النتائج اللي حصلت لما يبقى شيماء رابع قريبه من ميداليه، 2 خامس عندنا احمد سعد ورجب عبد الحي برده قريبين. فيعني ان شاء الله بنامل كده ان تبقى البدايه السنه دي، لان احنا داخلين على محافل كتير. اعتقد انه البوصله اتغيرت، يعني في اهتمام بالالعاب الجماعيه كمان في دلوقتي اهتمام بالالعاب الفرديه، وخاصه ان تم تكريم كتير من اللاعبين اللي حققوا جوائز واللي جابوا ميداليات واللي كانوا مشتركين في ريو دي جانيرو، والتكريم كان قريب اعتقد من اسبوع تقريبا. التكريم طبعا كان اعلى مستوى من السيد الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي، اللي هو ده كان يعني الحاجه اللي احنا كنا بنتمناها كلنا والحمد لله يعني اتحققت. عايزين بس دعم كمان مادي ومعنوي للاعبين وللاتحاد، لان زي ما بقول لحضرتك احنا داخلين على محافل رياضيه كبيره، عندنا دوره البحر المتوسط، عندنا دوره اولمبيه للشباب
يعني ان شاء الله احنا اكبر كوتا بنتاهل بيها هم 4 لعيبه، 2 بنات و2 ولاد. الاتحاد مركز واللجنه الفنيه مركزه ان ان شاء الله يبقى في 4 ميداليات، يعني كل واحد يروح يجيب ميداليه، بس دي عايزه طبعا يعني دعم مادي، لان الرياضه فيها لازم يبقى في دعم مادي عشان نقدر نوصل لمستوى كويس. طبعا كابتن شيماء مبروك على الميداليه، وحضرتك حققتي رابع. حكايه يعني رفع الاثقال، جت الفكره ازاي وانت ابتديتيها ازاي والتمرينات بتاعتك ايه؟ والله هي الفكره ان انا مش يعني انا ما كنتش اعرف رفع اثقال زمان، بس عندنا مركز شباب جزيره البدران، فكنت راح اتفرج عادي كده، فعجبتني الفكره ان انا اشيل واخش، ما كنتش بستمر. فلما الكابتن شافني قال لي انت جسمك يعني هيدي فتعالي، كنت شويه اروح وشويه لا شويه اروح لحد ما استمريت. فاول ما استمريت كان دخولي المنتخب في 2009. يعني انت مش باديه من زمان؟ لا انا من زمان، انا من 2002 ومن 2003. بس دخولي المنتخب وان انا العب بطوله دوليه كان من اول 2009. كان في بطوله افريقيا هنا في مصر جبت فيها اول، وبعدها بطوله عالم، جاب بطوله عالم ناشئين مرتين ثالث، وسافرت 4 بطولات عالم تاهيليه، واول عرب واول افريقيا واول دور البحر ورابع اولمبياد واول كاس قطر وكاس روسيا، ففي حاجات كتير يعني. ما شاء الله هايل. كابتن علاء ايه مهارات اللعبه؟ يعني معلش احنا برضو كان يعني مشاهدين نجهل معلومات كتير عن لعبه رفع الاثقال، فدينا معلومات اكتر نعرف، لانه ممكن يكون في شباب عايزين ينضموا. هو كل لعبه لها معايير لاختيار. المعايير اللعب عندنا بيبقى مثلا اصابه لازم تبقى طويله شويه عشان هو بيمسك البار. يعني هو في يعني حاجه معموله ان لعبه رفع الاثقال بتاثر، لا هي ما بتاثرش ولا حاجه، انما هو اختيارنا بيبقى اللعب يعني قصيره شويه. ليه؟ عشان الـ الـ يعني البار ما ياخدش وقت كبير وعقبال ما يطلع فوق راس اللاعب يعني، فالمسافه بتبقى قصيره. انما هو الحديد بالعكس، يعني احنا كلنا يعني في لعيبه عندنا طوال دي يعني 180 و190 وبيلعبوا حديد ومن صغرهم من 10 سنين 11 سنه، فهي بتبقى في معايير بيتم عليها الاختيار الحاله البدنيه، الحاله الصحيه. طبعا في حاجات معينه مثلا عند الكوع عامل ازاي، الكتف عامل ازاي، الظهر، الفخذ اللاعب، الحاجات دي كلها بتبقى في معايير اختيار، لجنه بتختار اللاعب دوت وهو بقى بيستمر ان شاء الله وربنا بيكرمه يعني في الاخر باذن الله. بس اهم حاجه الاختيار يبقى صحيح. مظبوط. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا اللي بتوصل اللاعب لمستوى عالي هي الحاله المهاريه. لعبه رفع اثقال لعبه مهاريه، زي ما جه في التقرير كده مثلا عندنا احمد سعد ده وزنه 62 كيلو بيشيل 170 كيلو. ازاي يعني؟ ما هي دي اللعبه المهاريه، زي ما حضرتك كده مثلا تقولي ازاي واحد بيشوط كره سله من نص الملعب ويعملها ويجيبها باسكت. فهي كل اللعبه بتاعتنا لعبه مهاريه. لا شوطه غير رفع ما برضه، بس ليها مهاره. ليها مهاره يعني بيمد ايده مش عارف ايه، ايده للاخر بيعمل جامب عالي عشان يوصل الكره لغايه البند هناك، فكل الكلام دوت ليها مهاره. رفع الاثقال برضه ليها مهاره، ازاي بتشيل الحديد، ازاي التقل يبقى قريب من الجسم عشان الحديد ما يطلعش بره شويه، كل دوت بيبقى مهاره لازم اللاعب يتعلمها كويس وهو صغير، وهي دي اللي بتوصله لاعلى مستوى. لان لو المهاره وحشه حتى لو لعيب قوي مش هينفع. بدليل ان احنا في لعيبه اقوياء كتير قوي ما بتشيلش حديد كتير. وفي لعيبه وزنهم انت حضرتك تستغربي ازاي وزن صغير ده بيشيل، لان المهاره بتاعته هي اللي بتتغلب على القوه دي. طب ومعايير الاختيار بتفرق من الشباب للبنات ولا هي معايير واحده؟ يعني هي في طبعا اكيد فرق، بس مش فرق كبير يعني. في اقبال من البنات على اللعبه دي؟ والله هو في بيبقى في اقبال زي ما شيماء قالت كده، بيبقى مثلا من سن 10 سنين و11 سنه و12 سنه بعد كده ما بيختفوا. عشان كده القاعده، مع ان فعلا القاعده يعني مصر عشان تحقق ميداليات على المستوى العالمي والاولمبي في الرياضه النسائيه فرصتها اعلى، واحنا متقدمين جدا. شابات تحت 17 سنه تحت 20 سنه وكبار بنروح ونعمل ميداليات، وطبعا ساره سمير واسراء راشد دول نماذج، دول مواليد 98. ابطال عالم تحت 17 وتحت 20 وكبار. فبس هي القصه ان يعني احنا مشكلتنا هنا ان البنت مثلا عند سن معين، طب تتخطب تتجوز خلاص بطلت رياضه، فهي دي يعني هي دي القصه، ما فيش الا حاجات قليله جدا او عناصر
قليله جدا هي اللي بتكمل لغايه البطوله يعني. شيماء شايفه مستقبلك ايه مع رفع الاثقال؟ مستقبل ان شاء الله يعني انا ما فزتش على الميداليه في اولمبياد بس ان شاء الله افوز عليها في طوكيو باذن الله. باذن ده التركيز اللي جاي، والسنه اللي جايه عندي بطوله عالم ان شاء الله باذن الله هجيب ميداليه باذن الله ان شاء الله. تمارينك بتبقى ازاي؟ التمارين احنا بصي لعبتنا غير اي لعبه، كل لعبه وليها حاجه، بس احنا لعبتنا صعبه جدا والاصابه فيها فوره يعني طبعا. شكرا، اللي بيتصاب خلاص يعني ما ملوش مرجع تاني، فيعني كلنا بنبقى بنركز واحنا بنتمرن. انا لما بكون واقفه على البار لازم اركز قوي لاني لو ما ركزتش ممكن اتصاب. فالدنيا تضيع مني خالص يعني. وبتتمرني قد ايه في الاسبوع؟ احنا بنتمرن سبت واثنين واربع ثلاث تمرينات، وحد وخميس تمرينتين، والثلاث والجمعه راح اجازه. يعني ثلاث وجمعه اجازه، بس طبعا سبت واثنين واربع دول يعني الثلاث ايام اللي بفهم التمرين جامد قوي يعني، بيبقى ثلاث تمرينات الصبح بدري الساعه 8 نجري في الملعب ونعمل لياقه وكده، ونيجي مثلا الساعه 11 عندنا تمرين، بنخلص ويا دوبك نتغدى، لازم ناكل وننام ونقوم عشان عندنا تمرين الساعه 6، نفس النظام بنخلص نتعشى، النوم بدري. النوم بدري دوت اللي بيخلينا نتقدم مع الاكل، فطبيعي ان انا اكون كويسه. وطبيعه الاكل ايه؟ بروتينات يعني، كل ميزان بيفرق في الاكل يعني، احنا عندنا كل واحد بيرتبط بالميزان بتاعه، بس طبعا ميزاني مفتوح يعني اوزن زي ما انا عايزه واكل زي ما انا عايزه، بس التركيز عندنا على البروتين، النشويات، الحاجات اللي تقدر تفيد الجسم، مش اي اكل وخلاص. كابتن، التقسيمة البطولات بتبقى وفقا لايه، للاعمار والاوزان؟ لا، تقسيمة البطولات ده هو بيبقى في كليندر جاي معروف في برنامج البطولات الدولية، والاتحاد المصري هنا بيعمل برنامج بطولات محلية. دي مراحل سنية تحت 15 17 20 سنة درجة أولى الكبار. فاحنا يعني مثلا احنا عندنا مثلا بطولة عالم، بطولة أفريقيا إن شاء الله مصر هتنظمها شهر 12، فعاملين بطولة الجمهورية تحت 15 سنة دي إن شاء الله شهرنا شهر 11 الشهر الجاي. بنختار بيها وبنبعت الانديه، بنختار احسن نماذج في البلد عشان نقدر ان احنا نشارك بيها. عندنا بطوله العالم تحت 17 سنه شهر ان شاء الله 4 السنه الجايه، دي بطوله عالم مؤهله للدوره الاولمبيه تحت 17 في 2018. فاحنا البرنامج بتاعنا احنا يعني هو بيجي لنا برنامج دولي، الاتحاد المصري بيتحط عليه البرنامج المحلي بتاعه، بنبدا نفرز اهم العناصر في كل مرحله سنيه وبنبدا نشارك فيها في البطولات. طب بالنسبه هيك ذكرت ان في اوزان مثلا وزن خفيف بس بيرفع اثقال كبيره، تمام، ده برضو التقسيمه بتبقى ايه؟ يعني ايه تقسيمه بتبقى ايه؟ يعني مثلا في فوق ال 60 كيلو، في اقل من 100 كيلو، يعني هو كل وزن بيبقى ليه مستوى رقمي محلي. أيوة. الاتحاد بيحطه. اما المستوى العالمي فهي ما بيعملولهاش مستويات، لكن انت بتروح وبتشيل ارقامك، الارقام دي بتوديك في تدريب ترتيب معين، مثلا اول ثاني خامس عاشر وهكذا. انما هنا الاتحاد المصري بيحط مستويات رقميه لكل رباع داخل تحت 15 او تحت 17 او بالسن تحت 20. مش بالوزن. بالوزن. بالوزن وبالسن. لان المرحله بتبقى محكومه بحاجتين، وزنك قد ايه، احنا عندنا 8 اوزان للرجال وسبع اوزان للبنات، ويمكن الاتحاد الدولي اقر وزن جديد هيبقوا 8 اوزان بس من اول السنه الجايه ان شاء الله. فهم ليه احنا لينا 8 اوزان. اللاعب مثلا وزنه سي مثلا احمد سعد 62 كيلو مثلا، مطلوب منه مستوى مثلا 200 كيلو. فبيخش بطوله الجمهوريه اللي بيعمل 200 بيبقى مثلا 10 15 لاعب 20 لاعب في الوزن، برضه حسب الترتيب، واحد بقى بيشيل 205، واحد بيشيل 210، واحد بيشيل 250، وبالترتيب بينزل على كده. شيماء، اتقل وزن شلتيه كان كام؟ ولا انا شلت ارقام هنا في مصر لو كنت شلتها في الدوره الاولمبيه كنت جبتي فضه مش برونز يعني. معلش بقى يعني ان شاء الله البطولات الجايه تقدري تحققي على فيها. على ارقام شلتها في مصر هنا 127 خطف. خطف يعني كده وتسيبيها؟ خطف على طول. وكيلين 165. 165 كيلين. اللي هو ايه؟ كيلين ونطر. اللي هو بشيله هنا وبعد كده اقف بيه وانطره. وطبعا في الدوره الاولمبيه شلت 117 خطف وشلت 161. واخر محاوله اللي انا دخلتها اتصبت فيها. اتصبت فين؟
في رجلي، جالي مزق في رجلي. اخر محاوله لو كنت شلتها كنت هاخد الميداليه من امريكا. فالحمد لله يعني الضربع برضو حاجه مش وحشه، حاجه كويسه، ودي اول دوره اولمبيه ليا، فدي حاجه بتحفزني ان انا هكون كويسه في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. فاللي جاي ان شاء الله ده درس، والواحد بيتعلمه كل حاجه انت بتتعلميها من حياتك. اكيد طبعا. طب انت بتفكري في ان انت ترتبطي وتتخطبي وتتجوزي وكده، ولا هتاخدي سكه الرياضه والبطولات؟ لا والله انا كنت مخطوبه وسبت خطيبي عشان الرياضه، لاني انا بحبها قوي، حتى سبت الدراسه، سبت حاجات كتير قوي عشان الرياضه، ومش هكمل في اي حاجه غير لما اوصل للهدف اللي انا عايزه اوصله. بس يعني مش معقوله، اصل بصي احنا عندنا لو اتخطبت هفكر في الخطوبه بقى، وهسيب التمرين، وهيبقى تركيزي بقى كله سهر ومكالمات مفيش تركيز. مفيش تركيز فعلا، لاني احنا لعبتنا محتاجه تركيز قوي ومحتاجه اهتمام قوي. فانا عايزه اطلب برضو ان ناس كتير قوي تهتم بينا. انا زعلت جدا لما سيادة الريس ده خد الناس بتاعت الميداليات، طبعا ما خدنيش معاهم، ما ادانيش الوسام، ودي حاجه انا كنت مستنياها وزعلت قوي. بس طبعا اتعوضت في المؤتمر الشباب، رحت ويعني دعوني ورحت وكنت موجوده هناك، فبرضو دي حاجه كويسه ليا، بس برضو زعلت ان انا ما رحتش خدت الوسام. ان شاء الله باذن الله الجاي يبقى احسن وتاخدي ميداليه وسام باذن المشكله الله. ان بلدنا ما يعني بتهتم، مثلا انا جبت ميداليه خلاص افضل رافعيني فوق عشان الميداليه. طب ما احنا كلنا تعبنا، وزي ما انا تعبت يعني اللي بتوع الميداليات تعبوا وانا تعبت، بس المفروض ان هم يهتموا بدول ودول. يعني انا رابع ورجب خامس واحمد سعد خامس، ده برضك لازم هم يحفزونا عشان ندي. وانا ما كنت موجوده في المؤتمر اتكلمت في نقطه يعني احنا بجد محتاجين ان هم يعملوها، نقطه ان احنا لازم يامنوا على اللاعب. يعني انا مش هدي، يعني مش هدوس على نفسي واطلع كل اللي عندي واتصف لحظه وهترمي في البيت. لا، لما انا احس ان انا متامن عليا وفي مرتب بيطلع لي، يعني معاش باخده على طول، اكيد هطلع كل اللي عندي، مش هخاف حتى لو اتكسرت، عارفه اني ورايا حاجه. مال كل الناس اللي بتلعب رياضه كله بيلعب بخوف وكله ما بيديش اللي عنده. يعني انا دي لما نقطه مهمه جدا. ايوه فعلا، يعني بصراحه احنا عندنا الاتحاد بيحاول يطلع كل اللي عنده وبيحاول يساعدنا وبيحاول يقف جنبنا كتير، ووزير الشباب ادانا دعم اخر فتره. بس المفروض ان احنا لو هنبص لبره. يعني احنا لما باجي ابص لبره بيبقى طالع معاهم مدلك، طالع معاهم دكتور، وطالع معاهم يعني طالع ناس كتير. هو البعثه بتاعتنا ما بيبقاش طالع معاها الناس دي؟ لا هو الحقيقه البعثه بتبقى يعني المدرب او مساعد المدرب والاداري. طب بس لا قدر الله حد اتصاب بيحصل، وهي دي المشكله. يعني هي دي المشكله بتاعتنا، ان احنا يعني المفروض يبقى في مدلك معانا، في طبيب، في مثلا اتنين اداريين، في اتنين تلاتة اربعة مدربين. لان احنا ما هو ده بقى لازم يعني لازم يتفكر فيه في اطار الاهتمام بالالعاب الفردية. تمام. انه البعثات اللي بتطلع بتمثل مصر لازم تبقى معاها كل اللي يهيئها ان هي تقدر ان هي تحقق البطولة وتجيب فعلا ميداليات. صحيح، اعتقد انه ده طلب اساسي انتوا بتطلبوا. هو ده طلب وبان قدام مع الوزير هناك في البرازيل، كان معانا احنا اولا متأهلين بتسع لاعبين. تسع لاعبين دي اعلى كوتا بين الدول، اعلى كوتا كان بين الدول. يعني احنا كنا رقم ثلاثه بعد الصين تقريبا وكولومبيا او حاجه زي كده. فاحنا كنا اعلى كوتا في الدول. للاسف احنا كان ثلاث افراد بس، كان المدير الفني والمدرب والاداري، معناش مدلك، معناش دكتور. انا معاكي هيقولوا ان الدكتور كان في الاداره، يعني في البعثه الطبيه او كده، لكن احنا عايزين دكتور رفع اثقال، يعني بيبقى هو اللي شغال مع رفع الاثقال، هو اللي بيعمل لنا الشغل بتاعنا قبل حتى التدريب. المدلك يعني كان معانا في المعسكر في البرازيل ونزلناه. قلنا طب ماشي، يعني احنا يعني كويس هو كان معانا في المعسكر البرازيل. طب قبل البطوله بقى اللي هي المهمه قبلها ب 15 يوم 20 يوم، يبقى ما فيش واحد بتاع مساج عشان خاطر اللعيبه؟ طب هنعمل ايه؟ فطبعا دي يعني هم بيحسوا ان الحاجات دي بتفرق معاهم. لا يعني معلش انا اسف، يعني الوزاره او اللجنه الاولمبيه بتحس ان الحاجات دي يعني نوع من انواع الترفيه، مع ان دي هي اللي بتساعد على النجاح. الكلام ده زي ما حضرتك بتقولي ان في حاجات مساعده،
مساعدة يعني مساعدة هنا طبعًا بتنجح طبعًا البرنامج طبعًا بتنجح الدولة دي. احنا عندنا الحاجات المساعدة دي هي اللي بتنجحنا. برضو نفس الكلام عدد اللعيبة مثلا احنا تأهلنا بتسعة، مش هينفع ان احنا نعد تسعة، لازم نعد 15 نعد 14 ليه؟ قدر الله حد وقع حد اتصاب حد كذا، يبقى احنا عندنا يبقى عندنا بدائل. اه فده المهم يعني هي دي المحاور ان بنحاول دلوقتي مجلس اداره الاتحاد ورئيس الاتحاد يتكلم مع معالي الوزير ان يعني يبقى في فرق بين يعني عن اللي فات بقى ان شاء الاعداد يبقى شامل يعني عناصر كتير شويه باذن الله. واحنا كمان هنطالب الطلب اللي طلبته شيماء ان يكون في تامين على اللعيبه علشان يطمنوا هم رايحين اي بطوله او يدوا اقصى ما عندهم. لما كنت في شرم ساعات الوزير قال، هو كان بيتكلم في النقطه دي بصراحه، قال لك انا في لاعب جالي قال انا بطلت الرياضه وعايز اتوظف. طب ما اي لاعب بيفكر في نقطه الوظيفه لان ده مستقبل ليه بعد كده. معلش يعني احنا عشان يوصل لسن معين وخلاص، لا وغير السن لو اتصاب. يعني احنا اما كنا في دوره اولمبيه واحد كوره اتخلع، طب ده بلده مأمن عليه وبلده صرفت عليه عشان يرجع احسن من الاول. طب انا هنا لو اتصبت هترمي في البيت وشكرا، ما حدش هيسال عليا. ناس كتير قوي اتصابت، يعني عندنا محمد حسام متصاب، عندنا نهله رمضان، عندنا طارق، عندنا ناس كتير قوي متصابه. مفيش النقطه دي خالص. يعني الكابتن عامر بيقول لحضرتك ان احنا عايزين مدلك، عايزين كمان دكتور نفساني. يعني انا معلش انا اول دوره اولمبيه ليا اترهبت ودخلت في مود الخوف، فانا لازم يكون معايا دكتور نفساني. لا دكتور نفساني، وهو المدرب مش هيعمل كل حاجه، المدرب بيشتغل دكتور نفساني، بيشتغل مدرب يحط خطه التمرين في تمرينات، فكل ده طبعا هو مش هيركز على الثلاثه دول كلهم. فالمفروض ان هي مصر تقف معانا. سياده الوزير المفروض ان هو يركز على كام لعبه اللي هم بيجيبوا ميداليات. يعني احنا في دوره الالعاب الافريقيه احنا اللي شايلين نص البعثه. رفع اسقال لوحدها جايبه 31 ميداليه ذهب و10 فضه و9 برونز. يعني احنا جبنا نص الميداليات بتاعت الدوره الافريقيه بتاعت مصر احنا جبناها. بس النقطه كان بيقولها معالي الوزير ان مثلا اللاعب خد مليون جنيه، حصل مليون على مليون جنيه، فبيقول انا عايز اتوظف. طب ماشي معالي الوزير، ده حصل على مليون جنيه. طب اللي ما حصلش، اللي لسه بيبدا حياته، ما هو برضه نفسه. وعشان كده انا بحيي برضه معالي الوزير الكهرباء الحقيقه المهندس محمد شاكر، لان الست لعيبه اللي كانوا في الدوره الاولمبيه كلهم موظفين في شركه الكهرباء. بس هي بقى المشكله ان في البنات طبعا يعني ايه بتبقى صعب التعيين في الشركات، لان قطاع الكهرباء ليه خصائص معينه كده. انما هو حقيقه ست لعيبه اللي كانوا موجودين هناك السته كلهم شغالين شركه شمال القاهره توزيع الكهرباء او شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء. فاحنا برضو نفسنا في كده ان شركات برضو البترول او شركات زي شركه الكهرباء يبقى في برضو لان دي بتعمل زي ما شيماء قالت، بتعمل اثر عكسي نفسي، اثر نفسي كويس للاعب اللي هو اطمن بقى يقدر بقى بعد كده بقى يجيب بقى الجائزه بتاعته مليون جنيه، يجيب نص مليون جنيه، ده هو بيبقى مطمن. زي ما حضرتك بتقولي هو هيلعب في الاخر هيبطل، طب هيروح فين؟ واحنا زي ما شيماء قالت حتى الخطوبه او كده لعبه ما بيفكرش فيها. فاحنا مش عندناش حد تاجر او يملك الحته التجاريه ان هو ياخد الفلوس عشان يتاجر او كده، لان هو لو عمل كده هيسيب الرياضه. فهو في الاخر بيلاقي نفسه مثلا وصل ل 30 سنه 31 سنه وهو مش مدرك الا الرياضه بس. فلازم يبقى ليه وظيفه معينه عشان هو يكمل فيها حياته. صحيح. فدي برضه نداء يعني. ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم. عندك كلمه اخيره يا شيماء؟ طب اتفضلي. انا عايزه بس عايزه اهتمام. انا لما رجعت من الدوره الاولمبيه انا كتبت ان انا هبطل بسبب ان محافظ القاهره اصلا ما عبرنيش، يعني ما قاليش مثلا شكرا، ما فيش اهتمام، ما فيش غير عندنا واحد نازل في مجلس الشعب هو اللي كرمني وعمل لي صوره والكلام ده. بس فين يعني؟ انا اتضايقت يعني. طب رابع دي حاجه مش وحشه، اتكلمت في نقطه انا عايزه شقه بس انا هدفع حقها، بس اكون من اولويه ان انا اخدها. المفروض يعني ان هم يهتموا بينا، احنا بجد جامد يعني. هو عموما في الفتره القادمه في اهتمام اكبر بالشباب، واعتقد انه ده كان باين قوي من خلال المؤتمر الوطني الاول للشباب بالافكار اللي اتطرحت والشباب اللي اتكلموا. ايوه انا كنت هناك بصراحه كان، فاعتقد انه باذن الله يعني السنه دي هو عام الشباب، وباذن الله باذن الله في اهتمام اكبر في الفتره القادمه بالشباب وكمان بالالعاب الفرديه، لانكم شرفتونا مركز اول ثاني رابع خامس، كفايه ان انتم مثلتوا مصر ورفعتوا علم مصر في الخارج. احنا بنشكركم ونورتونا النهارده، واهلا بيكم دايما معانا في مصر. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميله.